essa. صرنا تقريبا سنتين من إعادة تفعيلها بشكل أفضل من سابق. مشفى الكسرة حاليا تضم أقسام متعددة، منها قسم الأطفال وقسم النسائية وقسم الجراحة والجراحة النسائية أيضا، وقسم العلاج الفيزيائي أيضا في أدنى صار العيادات الخارجية. حاليا تخدم منطقة كبيرة هي كامل ريف دير الزور الغربي. مشفى مضغوط جدا، يعني تقريبا نستقبل ما بين 350 إلى 400 مراجع يوميا بكافة الاختصاصات، أيضا الإسعاف على مدار 24 ساعة. طبعا المشفى هو اصلا تابع لمجلس دير الزور المدني، ومشفى مجانا يقدم كل خدماته مجانيه. لكن المشفى ينقصه حاليا مخبر كامل. حاليا احنا ما عندنا مخبر، يلزم المنطقه هون ايضا جهاز اشعه متطور وجهاز طبقي محوري. وضع جيد لكن بحاجة إلى ترميم كثير من الأجهزة، أيضا دعم غرفة العمليات بشكل أفضل. طبعا احنا ناشدنا جميع المنظمات المحلية والدولية أيضا بزيادة دعمها للمشفى، وحسب الوعود أنه ان شاء الله بالقريب العاجل تستكمل يعني التجهيزات كامله، وكل هذا يصب ايضا بالنهايه بخدمه المنطقه وخدمه الاهالي بحكم انه هي المشفى الوحيد الموجود بالمنطقه. طبعا كادرنا موجود والكادر شغال، وعندنا اطباء اخصائيين وعندنا ممرضين مختصين. الوضع جيد لكن نطمح للأفضل. نطلب من الأخوان أي طلب نطلبه لازم يكون يطلبونه. المشفى ضيق والله العظيم، العالم ضاقت فوق بعضها، المريضة اللي تسجل أول يوم ثاني نهار ثالث نهار تلحقوا دور، ما في مجال بنوبة. نطلب منكم المساعدات يا أخوان، احنا جماعة تضايقنا من قلة المشفى، يعني ما عاد ياخذ العالم. ها لازم تحيروننا به وتعتنونا بهذا الأمر. ها ونطلب منكم المساعدة من أدوية، من دكاترة، من شيء. نحن المشفى الوحيد اللي هون بالخط، وقام نعمل على امكانياتنا الموجوده هون بالمشفى. يعني مشفى الحمد لله نحن كادر مغطي كامل، بس يعني عندنا شوي زغر بالمشفى. يعني نحن نتمنى انه بس تتوسع المشفى شويه، ونطالب بشويه اجهزه كذا يعني يدعمونا المشفى شويه. واحتياجاتنا يعني نحن بالريف الغربي كلياته، يعني لا عند الرقة، من عند الريف الشرقي لعند الرقة نحن مغطين الخط كلياته، وقام نقوم بواجبنا على اكمل وجه. بس عندنا مشكلة بالتوسع، المشفى عندنا شوي ضيقة، هاي المشكلة اللي نحن بيها.